هذا كله صور، كله صور. مش هذا؟ هذا ما صور؟ ايه راح نجي نشوف استاذ صادق بالحديقه. هذه استاذ صادق طبعا بيت المعمور. شوف هو فعلا يعني النحات والفنان لازم يكون بهيك اجواء، يعني لازم يكون بهيك اجواء. تمام استاذ؟ لازم يكون عنده، لازم يكون بهيك اجواء، يعني اجواء حلوه واشجار حلوه. اتمنى له الصحه والعافيه والسلامه. طبعا للاسف افتقدناها. نعم ستي. البناء طبعا والجمال، يعني هو استاذ صادق فنان لازم يكون بالاجواء اللي يشتغل بها هم تكون فنيه. اكسجين، احنا ما نجينا اكسجين ذا يوميه جاتنا عجاجه ذا يوميه تراب جاينا. هاي حديقه استاذ صادق، يعني انا بداخلي اتمنى من الله سبحانه وتعالى كون دائما اجي ازور استاذ صادق والقيه يعني بهالروحيه وبصحه، وهو وحرمه ام ميادة. طبعا ام ميادة حرم الاستاذ صادق، وهي طبعا من عائله عريقه وعائله ما تتوقعون. ام ميادة ابوها منو؟ محمد مهدي البصير، شاعر العراقي المعروف، وزوجته ايضا الله يرحمها فرنسيه، عاشت وياه بفرنسا وهو بصير، وراح لمصر، واللي نصحها انه يروح لباريس هو طه حسين، لان طه حسين ايضا متزوج فرنسيه. ما اعرف شو الذكاءات شنو هناك بفرنسا، نساكم يبدو انه يخلصون للرجال. اي والله يعني يبدو انه يخلصون للرجال فعلا يعني. ايه يعني ليش انا يعني مو اقول لك يعني العلاقات بين المراه والرجل. نعم. يعني اذا زوجه وخلاص يصير غلط، كل واحد يروح لحاله بيحجون الرجال. استاذ صباح ماكو غش مثل ما قالت السيد، يعني مثل ما يبنون وراء كل رجل عظيم عمره. وهي يعني والدها اللي بظهره كانت هي زوجته. طبعا زوجته. الله يرحمه طبعا. فحرم الاستاذ الدكتور استاذ صادق النحات هو والدها الفنان المرحوم الشاعر العراقي اللي هو من اهل الحله الفيحاء، محمد مهدي البصير. والمرحوم محمد مهدي البصير كان من قوات ثوره العشرين، وكان المحرض على الثوره في جامع الحيدر خانه في شارع الرشيد. تتذكرين من الوالد شيء؟ طبعا يعني احنا عشنا سويه ايه ويا الوالد. الان توفى. الان توفى. ايوه وفاته يعني اني وصادق حاضرين، لان الاولاد كانوا مسافرين الى خارج العراق. بال 74 توفى هو. نعم. اي فصادق وانا كنا يعني ساكنين في نفس البيت واسع وكبير. انا اعتبركم عصافير انتم استاذ صادق. يعني بحاجه الى رعايه انتم هسه. يعني شلون الله يعطيكم الصحه والعافيه. والله احنا واحد راعي الله. يعني انا اتمنى من الله انه تبقون لبعض، يعني الله يخليك طولة العمر. اي والله طولة عمر ونزوركم. يعني اولادنا ما مقصرين يعني واقفين دائما ما شاء الله، يوميا يزورونا ويقومون بالواجب، وخير بنات يعني واولاد ونسبان ايضا ما قصروا الحمد لله يعني. اكيد اذا انتم بهالمستوى هذا الراقي يعني اكيد ابنائكم واحفادكم ان شاء الله يكونون مثلكم. وانت ايضا قلتي لي واحده من احفادك معماريه. نعم اي حفيدتي ايه مهندسه معماريه. وعندي حفيدات اثنين هالسنه يكملون طب الاسنان ما شاء الله. لان بنتي الصغيره هي استاذه في كليه طب الاسنان وطبيبه اسنان ما شاء الله. انتوا يعني عندنا فنانين وعندنا اطباء وعندكم نحاتي فنان يعني ونحات استاذ صادق. فنانين جايين من هالنحات هذا. اكيد اكيد. قلتي لي الوالد يعني راح عاش فتره بمصر وبعدين بفرنسا مو تمام؟ نعم. وبعدين رجع للعراق. نعم. يعني اكو قلتي لي انه كان المفروض اكو مغريات انه يبقى برا، بس ما قدر الا يرجع بالعراق ويتوفى بالعراق. اي بالضبط. اي يعني هو هي مو بس هاي، هو طبعا كعراقي يتوفى في العراق هذا شيء طبيعي. تمام. لكن والدتي اللي كانت في بداية حرب العراق إيران كانت في فرنسا وحذروها لا ترجعين لحالة حرب، قالت هذا بلدي اليوم أنا أرجع لبلدي لأن أولادي هناك ما عندي علاقة بفرنسا. هاي زوجة هاي زوجة محمد مهدي البصير الشاعر العراقي وهي من أصل فرنسي، وهي فرنسية تقول أنا هذا بلد العراق. أي طبعا لأن بلد زوجها. وتوفت قلتي لي بال 95 في العراق بال 95 بال 95 دفنتوها يمه؟
بالضبط دفنوا اثنينهم سوا في النجف في السرداب الخاص بالعائلة وهو أصر أنه يدفن إلى يعني جانبه. بيكون زوجته إذا توفت تدفن إلى قارب في البداية عارضوا نعم. أنه هذه فرنسية وبالأصل ليست مسلمة فإحنا قلنا هو كان طلب أنه يدفن معها تمام فلذلك قال إذا أنتم ما تقبلون يعني إحنا نضطر ننقل جثمان الوالد في مكان آخر فرأسا وافقوا قالوا لا فهي مدفونة في السرداب العائلي في النجف هي أكيد أسلمت نعم إيه أسلمت خلاص يعني بالضبط أسلمت يعني صارت مسلمة طبعا شفت هي أخذت الجنسية العراقية يعني نعم جوازها عراقية ما شاء الله هي يعني أصيلة وعراقيتها يعني أنا حسب من أسمع من كلامك أكثر من العراقية نفسها يعني والله هي يعني مثل ما حبها للعراق بداية حرب إيران رجعت إلى العراق لأن قالت بلدي في حرب وأنا راجعة فيما هواية أكو ناس انهزمت أي لما غراضهم انهزموا من صارت الحرب هذا ما دافع ما هذا ما ما إن شاء الله أتمنى لكم الصحة أي نعم تتكلم لغة عربية تتكلم لغة عربية وتتكلم لغة الفرنسية وأستاذة وين؟ أستاذة بالجامعة نعم هي أستاذة لغة فرنسية أستاذة لغة فرنسية بالجامعة في جامعة بغداد في جامعة بغداد نعم تمام هاي التفاصيل حلوة احنا مثواهم وجهنا ان شاء الله ان شاء الله واتمنى لك الصحة والعافية وانا حيل ممنونين احنا على ضيافتكم يعني وعلى استقبالكم انه شرفتوا شكرا جزيلا شكرا جزيلا وهذا بيتكم العامر ان شاء الله نستمر ان شاء الله يكون عامر على دوم ان شاء الله ويكونون بالاحفاد الاحفاد شكرا جزيلا ها سيد ذكاء شدي من عندي هاي البستوقة مالتنا يلا شكرا جزيلا